عسلامة ومرحبا. برش عبيد يقول لك انا راني ناكل صحي كيما تحب، اما ما نجمش نحي السكر. السكر اللي هو حاجة يقول لك تبنن الحلو بالقد. نحب نقول لكم راهو السكر الابيض ما عنده حتى منفعة، هو دهون في الجسم متاعنا مش اكثر، هو السم الابيض. هذاك علاش اليوم جبت لكم فكرة مزيانة ياسر للحلو. نجمو ناخذوا العجينة متاع التمر اللي هي فيها سكر السوربيتول، السكر هذا اللي هو نافع الجسم متاعنا وما يطلعش لاندكس جليسيميك. كيف كيف نجمو ناخذوا العوينة الشيحة، نحيو القلوب متاعها، نغليوها في الماء، يولي عنا معجون العوينة الشيحة اللي نجمو نستعمل في الحلو. هذه كانت صحة اليوم، شاي طيبة. لأن رمضان يجمعنا.